انا بس عايزه اضيف ان انا هو مش اول ديو، انا عملت ديو قبل كده مع الفنان الكبير علي بن محمد ومع الفنان الكبير عبوده خواجه، وهو كان تالت ديو واخرهم. يعني كواليسها انا كل حاجه في حياتي بتيجي بالصدفه، فكان هو طبعا استاذ كاظم ما نزلش البومات من مده كبيره. انا نفسي عرفت المعلومه دي بعد ما نزل الالبوم فاتخضيت شويه، دي ده رقم كبير جدا. بس هو كان محتاج صوت نسائي جديد، وطبعا انا بقالي كتير ما شفتوش وما شافنيش، فهو ممكن يكون مش فاكرني. فجه الموضوع اقتراح من باشمهندس ايهاب نبيل وموزع كبير جدا هشام نياز، فقال لهم طيب ما نجرب، وفعلا كان الموضوع تجربة وعجبته جدا، ويعني اعتمد الموضوع. يعني لا احساسي كان انا اتخضيت ومبقتش مصدقة، وكنت مبسوطة قوي 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 يعني فعلا. يعني الليل والشباك والمطر الشديد وأنا هنا في عزلتي قلب وحيد. الليل والشباك والمطر الشديد وأنا هنا في عزلتي قلب وحيد. فرجفت له بردا ولكن لهفة، وسمعت من صحى ذهولي فجأة. قم قم يا مزاج الطفل، قم سلم عليها، أنا قلبك الموجوع مشتاق إليها. صالح وحيدتك التي سهرتها، مفتاح قلبك مبعثر في يديها. ميرسي. الحقيقة أنا كنت مجهزة كذا حاجة، ألوان مختلفة، وسواء إذا كان خليجي أو مصري. بس بعد حفلة أستاذ كاظم حسيت إن أنا ممكن أعمل حاجة جديدة، إن أنا أعمل قصايد وأحاول إن أنا أشوف نفسي في اللون ده، لان انا عمري مثلا ما نزلت قصيده قبل كده بصوتي. فعملت قصيده مع اتنين كبار جدا جدا وسعوديين، استاذ رامي واستاذ عبد الله. ان شاء الله تنزل خلال الايام الجايه. انا بغني خليجي، بغني خليجي بكل. انا عامله حاجه مثلا اسمها للبحر. للبحر موج وسما ولعيونك، للبحر كل الظما ولعيونك، للبحر موج وسما ولعيونك، للبحر كل الظما ولعيونك. يلي تجف الأرض من دونك حبيبي، يلي تجف الأرض من دونك حبيبي، يلي تجف الأرض من دونك حبيبي، يلي تجف الأرض من دونك حبيبي. حبيبي ما منعني عنك مد ولا جزر، ما حرمني منك حلم ولا صبر، غلاك قلبي من سحاب فداك دمعي من مطر. لك حبيبي لك حبيبي لك حبيبي لك ولعيونك للبحر. ميرسي يا حبيبتي، متشكرة.
في الموسيقى العربية؟ والله حتى الآن ما عنديش بروجرام معين، بس إن شاء الله واحتمال بره، بس أكيد هقولك أول ما يكون فيه. في مشاركات مثلا مستقبلية ممكن تسافري مثلا في مع كاظم حفلات بره يعني؟ هل مثلا أتمنى إن أنت عشان أتمنى بصراحة، أنا اتفاجئت المرتين اللي فاتوا. هو حد جميل قوي، نضيف من جوه جدا جدا يعني اي حد مش هيعمل اللي هو عمله ده. هو حاول يديني مساحتي في الغنى، وان انا ادي باكتر من شكل، وان انا اعيش في الغنى معاه. حتى قال لي على الستيج، قال لي غني في اي جزئيه انت عايزاها، مش شرط الجزئيه اللي انت هتغنيها بس. فبدات اعيش معاه، وهو بيديكي مود السلطنه، مش ان انت بتادي بس على الستيج يعني. بس حقيقي كان في حالة ترفع عنك القلق شوية عشان يرفع من عنك الضغط. قال احنا مش عاملين بروفة على الأغنية. هو احنا فعلا ما كناش عاملين بروفة، بس انا كنت في حاجة مش معروفة، بس انا كنت جاية متأخرة جدا، فكنت بجري وطلع على الاستيج بنهج ومش رهبة. وتفاجئ لاني في الكالوس، ف اخدني طبعا مش يعني انا ببقى واقفه جنبه صراحه ما بخافش، وانا ممكن يبقى في رهبه في البدايه، وبعد كده ببتدي استعيد ثقتي في نفسي، فببقى تمام يعني ما فيش مشكله. هل بتدوري حاليا على كلمات يلحنها لك الموسيقار بقى كاظم الساهر؟ يا سلام اجيب له كلمات من اي الف انا كلمات بس يلحن لي. طبعا اتمنى. اكيد اكيد لو ده طبعا متاح اكيد هعمل ده. ده انا يعني ده حاجة تنضم لتاريخي ان هو يلحن لي حاجة، فاتمنى يا ريت يكون ده متاح. انا ما بحبش الالبومات صراحة، انا بحب كل غنوة تنزل تاخد وقتها، وما بحبش التزاحم يعني. انا ممكن انزل كذا فكره وكذا لون، ما ينفعش يبقى كلهم في البوم واحد، ابقى ظلمت كل فكره موجوده يعني. فما اعتقدش ان انا ممكن انزل البومات. طيب اخيرا ممكن سهيله نلاقيها ممثله ولا والله انا يعني هو الفنان عموما بيبقى شامل، بس انا ما اقدرش ان انا احدد من دلوقتي اذا كان ينفع او ممكن اكون في مجال التمثيل او لا، لان ده ممكن يحصل بالصدفه. وكمان الغنى اداء، فهو الاداء والاحساس سواء في الغنى سواء في التمثيل هو يعني. فممكن جدا خلال الفتره الجايه. القصيده هصورها، وفي كام حاجه برضو خليجي هصورها يعني. إن شاء الله كل اللي جاي يبقى مصور يعني فيديو.